أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وليعلم أن الجوار ليس مخصوصا به جار المنزل، لا، جارك الذي بجوار مزرعتك أو باستراحتك يصدق على أي جوار يحصل، ليس مقصودا، لأن بعض من الناس يتوهم أن الأمر محصور فقط بالبيوت، لا، كل من كان جارا لك في شيء فيدخل. ولذلك في الصحيحين ماذا قال عليه الصلاة والسلام للزبير عن الماء الذي ينزل من علو إلى سفل، والمزارع قد يكون بعضها أعلى من بعض، والماء إنما هو مشاع للجميع الذي ينزل من المطر، فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ اسقي يا زبير لأنه في الأعلى، ثم أرسل الماء إلى جارك، جاره